مزموري وإنجيلي عشية اليوم السابع من شهر برمهات. المزمور: اعلموا أن الرب قد جعل قدوسه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد أفضل من سيده. يكفي التلميذ أن يصير كمعلمه، والعبد مثل سيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبور، فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم إذن، لأن ليس خفي إلا ويستعلن، ولا مكتوم إلا ويعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه بآذانكم نادوا به على سطوحكم. ولا تخافوا من الذي يقتل جسدكم، أما نفسكم لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون إرادة أبيكم الذي في السماوات؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدا.